السلام عليكم يا اخوكم، مساكم طيبين، معكم اخوكم سلمان او ريل فير. اليوم جايب لكم لعبة ستار هوك. لعبة ستار هوك، خلونا يعني نتكلم بكل صراحة. لعبة ستار هوك، ستار هوك عفوا، انا راح اتكلم عن تجربتي هذه اللعبة. طبعا انا ما قد لعبتها من قبل. هذا الببليك ديمو او ببليك بيتا. اللعبة يعني ما توقعت انها راح تعجبني، لاني ما احب الالعاب اللي زي كذا، اللي فيها يعني حرب الخيالية وكذا، يعني انه في الفضاء وحاجات يعني ما ادري كيف. بس انه يعني الشيء الحلو انه عجبتني، بس السبب انه في حرب يعني حرب وكذا، وزي نظام يعني كول اوف ديوتي باتل فيلد، انه في حرب وتموت وتعصب وكذا. فعشان كذا انا يعني مو متحمس لها يعني اللعبة، لان زي ما تشوفوا انا من زمان ما نزلت اندرو 3 او حتى لعبة حرب، لاني موقف يعني موقف هذا الشيء اللي هو الفيرست بيرسون شوتر والحاجات هذه. غير كذا اللعبة يعني زي ما تشوفون ما يعني ما ادري كيف اقول لكم بالانسد، بس انه يعني تحسون انه يعني هم يذبحونك زي ما انت تذبحهم، يعني ما في هذا والله تقدر تخلص على المشط وما يموت وكذا، يعني زي نظام كول اوف ديوتي. ما ادري اذا يمكن عشان الاتصالات كانت زينه، بس انه انا ما واجهت يعني شو اسمه هذه الحاجات، او يعني ما عصبت وانا قاعد العب. فهذا الشيء اللي خلاني قاعد اكمل. غير كذا زي ما تشوفون انتوا المابات، او الماب اللي قاعد العب فيه مشابه للمابات اللي زي ماس افكت او هيلو، او خلينا نقول هيلو، يعني خلينا نركز على هيلو، يعني مشابه للمابات. بس نظام الكاركتير وكذا، او الكاركتر قصدي، لانه في فرق بين الكاركتر. الزبده ما هي يعني زي هيلو، لانه يعني في اختلاف كبير، بس انه يعني تحس شويه في المابات انها مشابهه لهيلو، مو تشابه يعني كبير، بس انه يعني يعني تحس فيه شويه. وبرضو الشيء اللي عجبني في اللعبه برضو هذا الجيت باك، مره عجبني يعني صراحه، هو اللي خلاني اتحمس وانا يعني العب فيه. بس يعني ما ادري، محتار يعني مو قصه محتار، بس خاف اقول لكم جربوها وما تعجبكم. فانا عن نفسي اللي يعني عن نفسي عجبتني، و بس ما اتوقع اني راح اشتريها. يعني عجبتني من ناحيه البيتا، هذا عجبني يعني ما فيها اي شيء يعني كرهني في اللعبه. اللي يحب الالعاب اللي زي كذا جربها، يعني ما راح تخسر شيء، لان لعبة حماس يعني من ناحية الألعاب، قصدي من ناحية اللعب والصوت وانت تحارب وكذا، تحس انه يعني تحس انك في حرب يعني. المهم هذه هي اللعبة، اسمها ستار هوك. كان معاكم اخوكم سلمان، مع السلامة.